السلام عليك. السلام عليك. انت لسه عبيط زي ما انت. ايه يلا يلا يا بالا العمده جه. انا عايز النشيد الوطني ايه لمية كناف. عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء. عايزينها تبقى خضري الارض اللي في الصحراء. ونقدمها لمصر هدية حاجة جميلة ومعتبرة. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة. هي ايه الصحراء تبقى ايه خضرة. هي ايه صحراء تبقى ايه خضرة. بلد هبلي دي العمودية دي حاجة صعبة قوي. ايوه انا مجمعكم النهاردة عشان عايزكم حاجة مهمة قوي. ايه كل الناس جات؟ كله موجود اهو يا بلعوم. ده اقول امال المعلم زرزور فين؟ المعلم زرزور بلغته وزماناته على وصول. زماناته برجالاته يوم ورا يوم يبقى بشنبات يا بلد هبلي. صدقوا تيز ايه دي؟ ايه اللي جاب الواد دي هيني؟ ما تقول الموضوع يا بلوم ده الاول وبعدين لما يجي بزرزور نبقى نقلب. يا ده اللي والديتك شدتك من زورك. ايه يا والا وانت جاي تقترح عليني؟ انت ما تتكلمش خالص. يا نادي الحاج علي اني عايز اخدم حد عايز شيء حد عايز قهوه حد عايز يطرش. يلا ما تتكلمش. ايه ما تنضمش. ايه بس ده غلطان يا سيدي. انت بتتشطر عليه. عارف لو هو كبير شويه ما كنتش هتعمل معاه حركه زي دي. بس انت كنت تفتكر ايه؟ ايه بتطول دورك. صعبان على الحته دي كل يوم من دي. ايه انا عندي اختراع. ايه يا عم؟ انا بفكر ان اقول لكم على انا عايزكم في ايه. ايه واما يجي زرزور ابقوا انتوا قولوا له. يخرب بيت فكرتك يا بلوم دي. ده انت جامد قوي. بتاعك عارف لو اكبر من العكاز شويه اقول لك اضربه براحتك. انما هو كله قد كده وانت عمال تتشطر عليه. ايه مفيش اجر زياده هتاخد؟ هو نفس الاجر. يبقى بتزود ليه؟ صعبان عليا والله. مالكش دعوه. قوم يا حبيبي قوم يا اهبل. انا هقول لكم عايزكم في ايه. ثواني يا عمد ثواني. في صوت. ايه ده؟ المعلم زرزور وصل. المعلم زرزور. خش يا ليالي. حاضر. خش يا بنتي. انا جايه اهو. حاضر. خش يا ست البنات. ايه يا معلم زرزور ازاي؟ صباح الخير يا بلعومدي. إيه وانت جايب بنتك معاك ليه؟ هو احنا رايحين القناطر الخريجيه. خريجي؟ ايه جايب بنتك معاك ليه؟ لا ده انا قلت اجتماع يعني واهل البلد هني اهي تعمل شويه جازرينج سوشياليزيشن تتدلع يعني. يا جازري ايه لا تاكل جزر. ايوه يا عمدي. طيب يا نادي يعني مش فاهم يا بلعومدي الست ليالي تعبك في ايه؟ ما تجي ولا ما تجيش يعني هو الموضوع. ايه ايه انت عامل صعيدي؟ احنا فلاحين يا ايه يا فلاح يا ما حدش قال لي. ايه امط الكلام كيدي. ايه 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 اللي جاب الواد ده هنا يا عمدي؟
أو يعمل لنا أي حاجة محتاجين هي، محتاجين شاي، محتاجين قهوة، محتاجين نسكافين. خلاص يتخدع هناك ومالكش دعوة بحد، امشي يا ناطع انت. يعني محدش طايق لي كلمتين في الكفر المقفن دي. أنا أقعد أتنايا الإرخة. إيه؟ أوعوا جنب الزير. والنبي يا أبو العمدة قول لنا أنت جايبنا هنا ليه؟ عشان محدش فيكوا عارف أنا جرالي إيه. قول لي أنت جايبنا هنا ليه؟ جايبنا ليه؟ يوم أنا هقول لكم. قول أني جميعكم النهاردة يا أهل البلد عشان أقول لكم إن بلدنا مش موجودة على الخريطة. إيوة مش موجودة على الخريطة، محدش مهتم ببلدني، لا الحكومة عارفة إحنا فين ولا المحافظ دي دعوة ببلدني، فإحنا عايزين نفكر في فكرة تخلي الحكومة تهتم بيني. إيه؟ طب وأنت ليه يا عمدي عاوز الحكومة تهتم بيني؟ يعني إذ ربما احتاجنا أي حاجة نلاقي الحكومة في ظهريني؟ احتاجنا مثلا مية يجي يركبوا لنا مي، احتاجنا كهرباء يجيبوا لنا كهرباء، احتاجنا مارشميلو يجيبوا لنا مارشميلو. مارشميلو؟ ايه المارشميلو دي؟ مارشميلو الحكومه عارفه وهي بتودي لكل البلاد مارشميلو وبتيجي علينا احنا وما بتجيبلناش مارشميلو مع ان احنا ميكونات، احنا اولى بالمارشميلو. ايه؟ فاحنا عايزكم تفكروا. فكر انا بطلب منكم حاجه غريبه. ايه؟ أيوة. ان انتوا تفكروا بس فكروا، واللي يجي في دماغه فكري يقولها. يلا نفكر. يا شيخ البلد، يا شيخ اصحى يا شيخ البلد، العمدة بتبص علينا يا شيخ البلد. وحشتني قوي يا حجي. يا لهوي ايه دي يا حجي، انت خسيتي كده ليه؟ اصلي بعمل بنصايح امينه شلبايه. وايه دي يا حجي، ايه دي سكسي ماكس دي ولا ايه يا حجي؟ يا شيخ البلد العمدة 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 يا شيخ. ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ شيخ البلد واحد الغفر؟ ايه؟ معقول ايه؟ الاجتماع خلص ولا ايه؟ اروح انا بقى. الاجتماع ما بداش يا شيخ البلد. لسه؟ انا مجمعكم لسه هنبتدي اهو، اصحى معانا كده وفوق. انا هصحى اهو. انت على طول نايم؟ لا يفضل واقف، هما بتقعد بتنام. ها؟ ايه؟ ها فكرتوا اهل البلد ولا ما فكرتوش؟ ايوه يا عمدي فكرنا، بس ما لقيناش حاجة والله. ما لقيتوش حاجة؟ ايوه والله ما لقينا حاجة. بص يا حاج، انا عمري ما مديت ايدي على ستات. لا مدي يا عمدي. ماني بقول لك عمري يعني ما مديت ايه. مدي يا عمدي. ما تفتكريش ان الكترة تغلب الشجاع. اني عمري ما مديت ايدي على ستات. بس يا حاج تعالي هنا عودي جنبي، تعالي هنا عشان خاطرك انت يا شيخ البلد. سيب العمدة في حاله وتعالي عودي جنبي. اخيرا يا شيخ البلد لقيت لك فايدي. اهدي يا عدزة اهدي. اعتبريها الزبدة اللي ما بيني. دي زبدة بس اتحرقت. دي المورتي اللي احنا بنلمها من عالزبده ونرميه. قوم يالا من عندك. لا وقليت قوي. انا فكرت يا جناب العمدي. ايه؟ فكرت في افكار ابيح اللي هي زائد 18. بتاعت ما قلت لي فكر وانا كل اللي في دماغي افكار تخيني. لا مش عايزين الافكار السخيني، احنا عايزين فكري ازاي تجيب الناس لغايه عندين. طب والنبي يا جناب العمده قول لنا، انت عارف ان احنا بهايم ما بنعرفش نفكر. ايوه انتوا ما بتعرفوش تعملوا حاجه من غير يعني انتوا يا بلد من غيري ولا تسووا اي حاجه. يعني انت عندك فكري؟ ايوه عندي فكري. ازاي الحكومه تهتم بيني ويبقى بلدنا مشهوري. انا فكرت في فكري ان احنا نولع في كام دار من اللي عندنا في البلد. ايه؟ ونقول ان الجن هو اللي ولع في الدور دي. التلفزيون والجرايد وكل الناس هيجونا لغايه عندين. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهوري ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، ميت كنافه طلع فيها. ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن. ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى لما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي. يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه. يا ويجي يستضيفني. ايه؟ طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو. ايه؟ ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان. ايه؟ وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين. احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه؟ هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي. بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما.
جاهزين؟ احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكوناف، وريتها كنافي بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميت كنافة بنقابل الناس اللي في ميت كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين. وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا، دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندريه. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جاب لك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القريه اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي، وفجاه يجي اني قاعد جنبي، قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش، بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ جن بريء، ما عملش حاجه، ما لبسنيش. جن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج، انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع، انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره. شكله قديم. ايه؟ مساء الخير. يا واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها، قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني، لازم تقول الجن لبسني. لازم اقول، لازم اني وانا قاعد قال الجن لبسني، وانا قاعد قال الجن لبسني. ايوه ماشي، بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. الجن لبسني. ايوه ايوه. وتعصر. ازاي تعصر؟ ايوه كده لغايه اما تدوخ وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني جن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. اهرش لي يا عمدي. نار اهرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده. الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. ايه ومع حد غاب مش فاهمين الجن عمل فيك ايه؟ انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القرية اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم،
ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو؟ ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سام؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من البقال؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح؟ طبعا ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما